تمر الساعات وتنقضي الأيام ونحن نبني بالآمال والأحلام صرحا شامخا في سماء عالمنا تترجمه حقيقة الإنجاز من كل عام فها هي قلوبنا اجتمعت فتألقت وها هي ثمرة جهودنا تكاتفت لتخرج شبابا يبشر بجيل صاعد يحمل هم هذا الدين ويوصل الرسالة التي من أجلها خلقنا وكم هي الفرحة تغمرنا إذ نلقاكم وعين الله ترعانا وترعاكم فنحن نسعى لرضا المولى وننشده كرما فأهلا وسهلا بكم وحياكم في حفل تخريج أبنائكم اليوم بارك في العذاب إنجاز تحقيق الوعاد وأقول لكم تستاهلوا لأن من تتواجد كبيرة الفرحة أكيد بس اللي خلاها تزيد فرحة أهلكم والوطن يجعلكم فخر وسنا اليوم بارك في العذاب إنجاز تحقيق الوعاد وأقول لكم تستاهلوا لأن من تتواجد كبيرة الفرحة أكيد بس اللي خلاها تزيد فرحة أهلكم والوطن يجعلكم فخر وسنا.